رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. بمناسبة تحقيق منتخبنا الوطني لألعاب القوى المركز الأول عربيا والثاني أسيويا والثاني عشر عالميا في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، بعدما ظفر منتخبنا بالميدالية الذهبية التي أحرزتها العداء روزي ليمو في ماراثون السيدات والميدالية الفضية التي أحرزتها العداء سلوى عيد في سباق ال 400 متر عدو للسيارات. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الإنجاز يأتي استمرارا لسلسلة الإنجازات التي اعتادت ألعاب القوى البحرينية على تحقيقها بمختلف المحافل الخارجية بفضل ما يحظى به العداؤون والعداءات من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، مشيرا سموه إلى أن النتيجة الإيجابية التي حققها أبطال البحرين تعكس جدارة أم الألعاب البحرينية التي دأبت على الدوام لتكون واجهة مشرفة للمملكة بمختلف المحافل الخارجية. وأكد سموه بأن ألعاب القوى البحرينية توجت مشاركة البحرين بالحصول على ميداليتين تاريخيتين تحقيقا لأول مرة في كلا من في كل من سباق ماراثون السيدات و400 متر للسيدات بالنسبة لمشاركة البحرين والعرب في هذين السباقين، وكشفت عن بروز عداءتين جديدتين فرضتا نفسيهما على الساحة العالمية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن الإنجاز يأتي استمرارا لسلسلة الإنجازات التي اعتادت ألعاب القوى البحرينية على تحقيقها بمختلف المحافل الخارجية بفضل ما يحظى به العداؤون والعداءات من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، مشيرا سموه إلى أن النتيجة الإيجابية التي حققها أبطال البحرين تعكس جدارة أم الألعاب البحرينية التي دأبت على الدوام لتكون واجهة مشرفة للمملكة بمختلف المحافل الخارجية. وأشاد سموه بالأداء المتميز الذي قدمته العداءتان بالإضافة إلى الروح الرياضية العالية والعزيمة والإصرار على تحقيق ذلك الإنجاز العالمي، مثنيا سموه كذلك على أداء كافة العداءات والعدائين والجهازين الفني والإداري وما بذلوه من جهود واضحة. وأضاف سموه أن الإنجاز الجديد سيدفع مجلس إدارة الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم والرعاية للعدائين والعداءات لمواصلة مسيرة النجاحات المتميزة للرياضة البحرينية، مبديا سموه اعتزازه باستمرار تحقيق الإنجازات النوعية التي تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والأطقم الفنية والإدارية واللاعبون في سبيل إعلان شأن المملكة ورفع رايتها خفاقة في المحافل الخارجية.